فهذا يسمى هذا التفاعل على اسمه.
الديكمن كوندنسيشن ريأكشن هو كليزن سايكلايزيشن كومبيننت مركب يحتوي على تو إستر جروبس فيهم تو ألفا أسيديك هيدروجينز. يصير أبستراكشن لو حدا بصير نكروفايل، الثاني ما صار لهاش أبستراكشن بعد إلكتروفايل، هذا النكروفايل بيهرب من الكربونيل تبعت الثانية. شو بطلع منها؟ زي كحول، زي ما عمل فوق كليزن، أوكي؟ لكن تتكون إيش؟ حلقة. والحلقة أفضل إيش تكون ذات الحجم إيش؟ خماسي أو سداسي. خماسي أو سداسي. السمول شفنا اللي تبيه ممبر درينك هيا فيها إنجل سترين عالي، بالتالي ثيرموداينامكلي أنستيبل بس كاينتيكلي مش ستيبل، فاست أسرع يعني تكون بسرعة لكنها غير مستقر. أوكي فورم باترين نفس الشيء فيها انجل سترين، فلذلك عمليه السايكلايزيشن كله تعتمد على الارم لينك على طول الذراع. اوكي عند الذراع هذا بده يسكر، اذا كان الذراع قصير جدا بسكر بسرعه، الذراع بسرعه بسكر. اوكي بس بيكون انستيبل. اذا الذراع طويل يسكر بشكل بطيء بصعوبة لأنه صعب أن يلتقن. فخير الأمور شو؟ الوسط. فأفضل إشي 5 ممبر درين لأنه كاينتك المناسب ممكن يسكر بشكل جيد وما في أنجل سترين، لذلك يكون المركب نهاية السيف. هذا مثال على 5 ممبر درين وهذا على 6 ممبر. طبعا 5 ممبر درين يتكون من إستر الكربونيل في 1 2 3 4 5 6 موجودات على البوزيشن 1 و 6. طلع حلقه خماسي ليش؟ لانها الفا اللي بتسكر تكون حلقه خماسي. حلقه الثلاثي معناته لازم اكون فيها كمان كربوني، كربوني اوكي 1 2 3 4 5 6 7 مشان اثنان مش واحد وسبعة بتسكروا، اثنين بتسكروا. ألفا بتكون حلقة ثلاثية. بتكون الحلقة الثلاثية هاي بتطلع المجموعة كريمة جلوب. بتلاحظ بعد ما تطلع النيل الجلوب تحول لماذا عندك كربونيل كيتون. المركب النهائي بيتا كوندنسيشن وبيتا كيتو إستر. بيتا كيتو إستر، هاي الكربونيل، هاي الألفا كربون، هاي البيتا. بيتا كيتو إستر. أوكي؟ الأدوية إيش كان يطلع معانا؟ بيتا هيدروكسي كربونيل كومباوند، هذه هاي أو كيتو. هاي هاي لا. بيتا كيتو وكيتون إستر. إذا أجين الهدف تكوين كربون كربون سنجل بوند، لكن حالة الدايستر تكون عندنا ريح، ولذلك يسموه ديكمان سايكلايزيشن أو كوندنسيشن ريح. هذا الكروس ميزل، لاحظ الاسترات اللي بيستخدموهم سبيسيفيك، ما فيهم ألفا أسيديك هيدروجينز، إما مثل بنتويت. فهذا بتلاحظ انه عنده من هذا الطرف ميثوكسي جروب، من هذا الطرف من الجروب 30 اس بي 2 مش عليه هيدروجين، فهذا الستار يوش ادفايس هذا نفس الشيء انه هو الستار ميثوكسي انه هو هيدروجين مش كربونين ملح داي ستار هذا بسموه داي ميثيل كربونيت او هذا المركب داي ميثيل اوكساليت مش الفاسيديك هيدروجين. هذول ممكن نستخدمهم ك ايش؟ للتفاعل كالكتروفايز ايش؟ لانه في عندنا برشا بوزيتيف تشارج على الكربونيل فهذول بيستقبلوا الكترونات. اوكي؟ بالمقابل بدك تجيب لهم استر ثاني في عنده الفا اسيتيك هيدروجين زي هذا مثلا مثل اسيتيت. هذا من هذا الطرف ما في عنده الفاسدك، من هذا الطرف عنده الفاسدك على المثل.
الان ممكن تطلع بالضبط هاي البروتين وتكون نيوكليت وتصير نيكروفايل. النيكروفايل هذا اللي هاجم الكاتوليك تبع الميستر هاي ويطلع الاكسايد بياخذ الاتش بلس ويطلع عندك سايد بيقول لك ايش هون ايش الماده اللي تطلع كسايد بيقول لك شو هي؟ إيثانول. إيثانول، إيه؟ إيثوكسايد. مع هيدروجين يعني إيثانول. تطلع عندنا هنا إيثانول. أوكي؟ بعدين تربط الكربوني هاي مع الكربوني هاي. كاربون كاربون سنجل. صار عندك فينيل. سي دبل بوند أو. سنجل بوند. مع سي إتش 2. سي دبل بوند أو. أو إتش. فبيتا كيتو. لاحظ البيس اللي بيستخدموها مع الاسترات كونه بيطلع عندنا ايثانول بيستخدموا صوديوم ايثوكسايد ليس صوديوم هيدروكسايد وليس ال دي اي كنا نستخدمه بالالدول. كيف بيحضروا هذا؟ هذا بتجيب ايثانول بتحط عليه قطعه صوديوم صغيره. اوكي؟ صوديوم ميتال من هي زائد إيثانول CH3 CH2 واحد. هذا شو بعطينا؟ بالضبط بعطينا NH plus أكسل لابد أن يوانا شبكت زيرو مثل صار NH plus وهي تخت الزائد كفو CO CH2 بس مش صور. فهاي تكون عبارة عن بيس بلس ايش؟ مين شاطر؟ نص مين حكت؟ نص اتش تو ايش؟ غاز غاز الهيدروجين الصاعد غاز الهيدروجين نص مول. إذا بتضرب باثنين يعمل لك جزئين من الهيدروجين. هذا التفاعل بالإعدادية بجوز تعرف أو الابتدائية من درس المختبرات كانوا يعملوا زمان يخرجون إياه كيف بيطلع الهيدروجين وتفاعل بشدة. فهي المادة هي البيس اللي الآن أنا بستخدم هذا التفاعل. كيف؟ بتحضر تحضير. كنا كروس ليزر كوندنسيشن ممكن نعمله بين الكيتونز والإسترز، مش شرط فقط الإسترز، ممكن كيتون مع إستر. اوكي، فالآن مثلا هذا الكيتون في ألفا أسيتك هيدروجين، هذا الإستر ممكن ما يكونش في ألفا أسيتك هيدروجين، اللي في ألفا بيكون إنوليت والثاني بيشتغل أس إلكتروفايل. فهذا بيتهاجم هاي وبتطلع الاوار وبتكون نفس اي شيء بيتا كيتو استر. الان بيقارن قاعد الاستر مع الكيتون مين الالفا هيدروجين عنده مور اسيدك؟ بقول لك الكيتون مور اسيدك ذان ذا استر. ليش؟ على الاقل بعد سهله على الاقل ليش الكيتون مور اسيد؟ ليش صار مس اسيد؟ نعم. لانه الاستر عنده دونيتنج جروب فهو بيعطي الكترونات للكربون اللي فوق فالرابطه بين السين كارب والاتش بتصير اقوى. صحيح. بالضبط. لانه هاي الكترون دونيتنج جروب بتعطي للكربونيل الكربونيل بيقل سحبها من السي اتش. بتصير اقوى بتصير كسر اصلا. بتصير مس اسيد. حتى تحصل بقول لك من الكروس هاندل كوندنسيشن على سنجل برودكت بامكانك تعمل عمليه بس العمليه هاي يعني تايم كونسيومينج. كيف؟ انك تجيب الديهايد او كيتون كربونيل كومباوند تضيف عليه بيس تعمل جنريشن للانوليت
in situ بسموها in situ يعني in solution داخل solution. بعد هيك نجيب dropping funnel المادة الثانية بدها تتفاعلها معاها وتصير تضيفها نقطة نقطة. النقطة اللي بتنزل بجمع عليها هذول الانوليت تتفاعل معاها كون البرودكت. نقطة ثانية وهلو مجر بصير تحكم يعني limiting react and to nexus. فالليمتنج بتفعل كليات يعني فيش مجال لهذا بيتفاعل مع البيس وتسوي مجرد ما ينزل كل الميكروفايلز هذول اللي بيهاجمون كريبتوفايل فلذلك يطور هذا. نعم اوكي هذا الان بي اي نفس الشيء كان جنريت جنريت فعلا هذا الان بي اي مختلف لديك كانال البروبانا برضو بديك سلوري عشان نعطيك سنجل انا بعطيك سنجل بقولك ميجر بس احتمالية يمكن تسوي الثاني تظل هواجي لكن تكون كمية قليلة. هاي طريقة الريترو سينثيسيس يا شباب بقول لك شو وات استر وود اندر بول ليزن كوندنسيشن تو جيف ذا فلوينج بيتا كيتو استر. هذا المركب هذا الاستر هذا البيتا كيتو الان وين الرابطة اللي تكونت نتيجة الكوندنسيشن هذا المركب بين الالفا والبيتا. اذا اخذنا هذا واحد هاي اثنين هاي الفا وهاي البيتا هاي الكربون الفعلي اللي تكون. بقول لك ليزن كوندنسيشن معناها تستخدم تو ستارز. فهذا واضح انه الستار الاول معناته هذا الثاني شو ناقصه؟ بالضبط او مثل او سي اتش. اذا تو ستارز من نفس النوع عملوا ليزن كوندنسيشن. اللي صار انك عملت ابستراكت للالفا اسيديك هيدروجين هاجمت الكربونيل هاي طلعت الميثوكسيد ففعليا طلع عندك سايد ولكن هو عباره عن ميثوكسيد. اوكي نفس المركب تفاعل معه. باكد على شغله الملتي ستيب رياكشن هاي واحد على السهم هاي اثنين على السهم. شو قلنا هذول بعدهم؟ وقول وخطوة ثانية منفصلتين لا يعني انك تضيف يعني هذا وضيف هذا على بعض لا تضيف هذا الاول حتى يخلص حتى ما خلص يجي تضيف هذا. ليش؟ لانه هاي اسيد وبيس يعني لو ضفتهم على بعض فعلوا مع بعض طب الصور ليش؟ انت بدك البيس تفاعل مع المركب خلص التفاعل بتضيف اسيد. شو الهدف من الاسيد؟ كل التفاعلات تقريبا الخطوه الثانيه تنزل اسيد روتينيشن الاوكسي ايون اللي بتكون هاي شغله. الشغله الثانيه انك تخلص من الاكس سبيس القاعده هاي قاعده قويه لازم تخلص منها قبل ما تعمل ورك اب تشتغل فيها. فالاكسس منها تضيف عليه اسيد وتتوقع مع التحريك مع وجود وقت بتمصبيطه وبتكشف بالاصل. شو يكون المحلول؟ يعني شو اللون؟ احمر على ازرق بالضبط. لما تصير تضيف اسيد اما نيوترال نيوترال وصار نيوترال يعني خلاص بطل يتحول على ازرق. في متعادل معناته مليون بطل في خطوره تقدر تحس. طيب من هاي التفاعلات يا شباب استنبطوا تفاعلين مهمين بالأورجانيك سينثيسيس. الأول بسموه المالونيك إستر سينثيسيس. مالونيك إستر هذا اسم مركب هذا هو المالونيك إستر. المالونيك إستر عبارة عن داي إستر يحتوي على 3 كاربونز واحد اثنين ثلاثة تو إسترز هذول بيناتهم CH2. فهذا المالونيك استر
بس تبعده مقارنة بالمروح كبار السابق عالي. لأنه جنب السي اتش 2 from both sides we have strong electronic groups. هاي بتزيد الأسيدية. فإذا بتضيف عليه بيس بايك صوديوم إيتوكسايد اللي حضرناه أول خطوة كل جذريات ثاني وليد رح تطلع على اتش بلس تظل مكانها زوج من الالكترونات وشحن السالب. هذا الآن will act as nucleophile. التفاعلات الكوندنسيشن سابقا كنا نفعله مع another ايش كربونيل كومباوند كل الكوندنسيشن بدي هاي كيتون استر دايستر هاي كيتون الان هذا التفاعل مالون استر سينثيسيس بدهم يعملوا لا مالون استر الكيليشن. لذلك الخطوه الثانيه نضيف الكتروفايل عبارة عن الكلارايت. الميكانيزم هنا سترونج نيكروفايل مع الكلارايت، فغالبا شو الميكانيزم؟ SN2. لذلك يفضل الكلارايت ايش يكون؟ برايمري او مثل هذا. اوكي؟ فهذا النيكروفايل الان في الكتروناته يروح بهاجم الار والاكس تطلع از بي بالنيكروفايل. فلذلك تكون عندك سنجل بوند ما بين الكربون وبين الار. هي اللي هو هذا التفاعل اسمه مالونيك استر الكيليشن، يعني اضفت الكيل جروب على المالونيك استر. اوكي؟ هذا مركب. المركب هذا الداي استر اخذته 212 انه بصير له دي كاربوكسيليشن، يعني ممكن تطلع كاربوكسيل جروب منه. كيف؟ تذكروا؟ كيف؟ شو الطريقة اللي بنطلع فيها كاربوكسيل جروب من هذا المركب؟ شو عملنا؟ صحيح هاي السبب جنب شو جاي تنامي؟ نضيف عليه أسيد بتغلي ريفلكس هيت. نضيف أسيد زائد ريفلكس. هاي الطريقة تطلع عندك جزيء CO2 والإثر جروب هاي تأخذ OH تحول إلى إيثانول. أوكي؟ يعني هاي المفروض أنكم تعرفوها حقيقة بيتا 12 في داعي أتعكر عليها. دائما البيتا دايسترز يصير لهم هيدروليسيس من أسيدك ميديوم أندر ثيرمال كونديشن طلعوا مجموعة إستر طلعت CO2 شو بصير مكانها؟ هاي طلعت طلع هاي استر كاملة بدخل مكانها هاي بشوف بس فاستر هاي تطلع على شكل زي ايثانول زائد غاز ثاني اكسيد الكربون غاز ثاني اكسيد الكربون بتطير بالجو والايثانول ما هو موجود بالاصل بالبيس. اوكي فبتكون عندك سنجل بولدك لان هذا البولدك طلع عليه بشكل جيد. مين بيقول لي شو هذا الجزء من المركب؟ عبارة عن ايش؟ كاربوكسيليك، اي كاربوكسيليك؟ شو اسمه؟ اسيتيك اسيد، هذا فعليا عبارة عن اسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد اوكي بشكل اوضح حيث الاسيتيك اسيد هو سي اتش 3 سي دبل بوند او او اتش بس مكان واحد من هذه الجينات وضعنا الكربون. فاذا محصله مالونيك استر سيستيس الهدف منها تحرير سبستيتيوتد اسيتيك اسيد سبستيتيوتد اسيتيك اسيد يعني على الاسيتيك اسيد بدي اضع الكربون. فانا اللي بتحكم بالار جروب هاي حسب مثل الارايد اللي بستخدمه. اللي بدي مثل بجيب مثل كلورايد وديزل مثل روبل روبل اند سو بطلع كاربوكسيليك اسيد بتقول اللي انا واضحه؟ واضحه طريقه التحضير؟
طيب هاي هون كمان مره بعطيها مثال عن مليون الاستر سينثيسيس تفاعل تفاعل وانا بقول عنه تراي ستيب مالتي ستيب بروسيس بتجيب المليون الاستر هذا لازم تفصيله ماشي الامتحان بيجيب لك كلمه مليون الاستر لازم تعرف حفظ عليه يسموه مليون الاستر او مثل مليونين مثل مليونين هذول طبعا كاربوكسيليك اسيد اخذتوهم بال 212 بار 212 لاحظ ليش مهم دائما نجيب سبتنا اللي هم الداي كاربوكسيليك اسيد اول داي كاربوكسيليك اسيد فيه كربونتين شو اسمه؟ اوكساليك اسيد اللي فيه ثلاث هي مالونيك اسيد اللي فيه اربعه ارجعوا لي 212 كل واحد له اسم داي كاربوكسيليك اسيد المفروض انكم حفظتوهم بهذيك الفتره المالونيك اسيد هو داي كاربوكسيليك اسيد بيحتوي على 3 كاربون يعني بيتا داي كاربوكسيليك اسيد حولنا الكاربوكسيليك اسيد لاستر كيف بتحول الكاربوكسيليك اسيد لاستر تذكروا كيف ممكن هذا الاسيد والمالونيك اسيد هذا ايش؟ ليش بنفعله مشان يعطي استر؟ له اسم هذا التفاعل تذكر شو اسمه؟ اسم التفاعل على اسم عالم شو اسمه عالم اللي عمل هذا التفاعل ايش لا بدايه الاسم من حرف الاف فيشر استريفيكيشن رياكشن هذا اسمه تفاعل فيشر الفيشر فعلا كاربوكسيليك اسيد مع ايش؟ مع الكحول بالضبط هون ايش الكحول؟ ايثانول CH3 CH2OH بده كاتاليست فيشر شو الكاتاليست؟ ايش الكاتاليست؟ اسيد اسيد شو بلس هذا اسمه فيشر ستريفيكيشن هذا مهم الموضوع لازم تضلك تعرف تتذكر كاربوكسيليك اسيد مع الكحول موجود اسيد كاتاليست على طول تعطيني الاستر انا الاستر عندي جاهز هذا بقدر اشتري جاهز يا بحضره يا بشتريه بعدين اول خطوه بفعله مع بيس هيتوكسايد لاحظ استخدموا كل التفاعلات نفس الكحول من بيس ليش؟ لأنه في كمان أخذت 212 شيء اسمه ترانس استريفيكيشن ترانس استريفيكيشن شو بصير؟ بستخدم الكحول المختلفة بتطلع الألكوكسي الموجود هون بتحل مكانها يعني إذا جبت ميثانول ميثانول بحل مكان الميثانول بصير في عندك ميثوكسايد وميثوكسايد بصير ميكستر وبيستر لازم نفس الكحول عشان يضلوا نفس الاستر فاذا اضفت عليه الخطوه الاولى بيس بعمل ابستراكشن للانفاس ميكانيك بحضر الانوليت الانوليت بضيف عليها الكلالايت بصير نوكروفيليك سبستيوشن رياكشن ارتبط الار بالسي ماشي الخطوه الثالثه بضيف اسيد وبسخن بطير مجموعة الاستر هاي بحط مكانها هاي الهيدروجين. بالنهاية بحصل على سبستيتيوتد اسيتيك اسيد. ثلاث خطوات متتالية. اوكي؟
هاي أمثلة على substituted acetic acid. Okay. Synthesis. الآن المالونيك أسيد كم ألف أسيدك هيدروجين فيه؟ مالونيك إستر كم ألف أسيدك هيدروجين فيه؟ كم واحدة؟ اثنتين ما يصير H2 كان في النص اثنتين حبيبي اثنتين هذا المالونيك إستر بالتالي في 2 ألف أسيدك هيدروجين CH2 إذا أنت عملت ابستراكشن لأول واحدة حضرت المونو الكليتد مالونيك إستر. طيب الثانية تقدر تعمل لها سبستيتيوشن؟ تقدر. لذلك في إمكانية الآن مثلا زي تفاعل اللي هون أوكي هذا المالونيك إستر الخطوة الأولى جابوا البيس صوديوم هيدروكسايد عمل ابستراكشن للألفا أسيد هيدروجين كون الإنوليت الخطوة الثانية فعله مع البنزيل بروميد هو برايمري الكيلهالايت هاي حلت مكان البي آر ووضعت الفيرس الكيل جروب بنزيل جروب الخطوة الثانية بتجيب كمان كمية من البيس وبتضيف على المركب الناتج بصير ابستراكشن للسكند ألفا أسيد هيدروجين تكون إنوليت تضيف عليها الأكل هالعادي الثاني اللي بدك إياه تروح بتهاجم وتطلع البيار تصير في عندك سيكند أكل دو صار في مجموعتين أكل على الألفا أسيدك هيدروجين الخطوة الأخيرة تعمل هيدروليسيس عشان تطلع مجموعة الإستر وتضع مكانها هيدروجين تصير في عندك داي سبستيتوتد إستر أوكي والإستر هذا بصير له هيدروليسيس طلع CO2 بصير داي سبستيتوتد أسيتيك أسيد لذلك ممكن نعمل مونو ألكيليشن الأسيتيك أسيد ممكن أعمل داي ألكيليشن الأسيتيك أسيد الآن اللي بدك المجموعة الآر تكون نفسها شو بتساوي؟ تجيب المالونيك إستر وتضيف عليه اكسس من البيس كمية كبيرة فشو بتساوي؟ بتعمل ابستراكشن للثنتين هيدروجينز وبتضيف اكسس من الألكيل هالايد وبعمل سبستيتيوشن للثنتين بتصير مجموعتين هذولا ار ار زي بعض اوكي؟ اذا زي بعض بس خطوتين اكسس من البيس اكسس من الألكيل هالايد تصير substitution لل 2 ألف أسيتيك هيدروجين الثنتين مختلفات لا وضيف بيس طلع الانوليت وضيف الكيل هالايد بعمل substitution هاي أول ألف دخلتها برد أضيف بيس عشان أخذ الألف أسيتيك هيدروجين الثانية طلع الانوليت بعدين بضيف الكيل هالايد الثاني بعمل substitution بعطيني داي substituted مالونيك إستر آخر خطوة أضيف أسيد وبسخن عشان أعمل هيدروليسيس طيب الاستر جروب بضل عندي اسيتيك اسيد اوكي هنا يعني الامتحان ممكن اطلب منك مونو الكليتد داي الكليتد نفس النوع وداي الكليتد نوعين مختلفين فكله لازم تعرف تعمله كله بيشتغل على نفس الماده المهم انك قاعد تفهم شو اللي قاعد يبدا يا شباب مالونيك إستر سينثيسيس ايش بيعطينا كبرجة؟ ايش فاكرين انا مالونيك إستر اخر واحد نفسي اسود هذا اللي شرحناه عشان نحضر منه ايش؟ مالونيك إستر سينثيسيس شو الهدف منه؟ شو معطينا كبرودات؟ كحول
طبعاً اللي هون إحنا بعالم واللي بالخلف بعالم آخر. أهمين صار لي ساعة بشرع منه تحضير إيش؟ إيش؟ من هدف نعملك مستثمين بس إذا الهدف تحضير سبستيتيوت الأسيتيك أسيتيك أسيد الخلف أوكي؟ نعمل عليها سبستيتيوت نضع عليها كل جروبس إما من نفس النوع أو من أنواع مختلفة واحدة أو اثنتين أوكي؟ في تفاعل آخر شديد من مالونيك إستر سينثيسيس يسموه أسيتيك إستر سينثيسيس لاحظ الاسم أسيتيك إستر سينثيسيس إذن هو ليش إستر معناته كليزن كوندنسيشن زي كليزن كوندنسيشن بعدين أسيتو أسيتيك الأسيتيك عرفناه قبل شوي أوكي الأسيتيك أسيد بالأصل هو CH3C(OOH) اوكي شو بقول لك استر معناته هون اشيل OH حط R صار استر اوكي هو اسيتيك اسيد ايش الاسيتو هاي المجموعه الاسيتو هي الاسيد جروب الاسيد اسيليشن فاذا اسيد جروب لكنها اسيتو لانه الفا مثل كيتون جايب الأسيت الكلورايد هذا المركب اسمه أسيتو أسيتيك إستر أوكي أو إذا بدك أسيتو إيثيل أسيتيك برضو بصير التفاعل شبيه بالتفاعل السابق أول شيء نضيف عليه بيس صوديوم إيثوكسايد لاحظ التفاعل زي ما زمان دائما بنحط لك OH ماينس أو إيثيل ماينس لا في أنيل ما مكتوبها لأن استكتيت الأيون تذكر أنها موجودة دائما الهدف من هاي البيس تعمل أبستراكشن للألفا أسيتيك هيدروجين لأن تطلع على المركب هذا في عنده تو تايبز من الألفا أسيتيك هيدروجين في هاي اللي بالوسط في عند على المثل نقوله ألفا وألفا براين لأن برأيك الضغط بيس مين تفعل أسرع؟ ألفا ولا ألفا براين؟ ألفا واي لأنها مار الرياكتيفيتي مار الرياكتيفيتي واي ليش؟ لأنها مار أسيدك ليش؟ بالضبط لأنه هاي يحيل فيها تو كاربونيل جروبز بيسحبوا منها فلذلك السياج هون بصير أضعف كسرها أسهل هاي بتكون مار أسيدك أكثر منها أوكي؟ بابت؟ فلذلك راح تعمل ابستراكشن للالفا اسيتيك اللي بالوسط تكون انوليت هاي الميكانيزم على البيس تكون انوليت الانوليت هذا كليكروفايل ضيف عليه الكتروفايل الكل هالايد تتفاعل معاه زي ما تفاعل قبل شوي مالونيك استر نعمل اس ان 2 سبستيتيوشن كاربون كاربون سنجل بوند والاكس بتطلع فعملت مونو الكيليتد اسيتو أسيتيك إستر هاي الخطوة الأولى أوكي هي كمان هيدروجينة إذا أضفت كمان بيس بشيلها بضيف آر إكس أعمل ألكيليشن بألكيل جروب ثانية بصير في عندك تو ألكيل جروبس أوكي يا بتحط واحدة يا بتحط ثنتين يا ثنتين من نفس النوع يا مختلفة إذا من نفس النوع استخدم إكسس من بيس اكسس من الالكيل هالايد شو يعني اكسس؟ يعني واحد مول من هاي اثنين مول من هاي او اكثر بعدينك واحد مول تكون من هاي بدك اثنين مول من هاي او اكثر بصير داي الكيليشن لكن اذا بدي اياها المختلفات معناته اول خطوه اضفت واحد مول لواحد مول طلع لي الانوليت نضيف واحد مول من الالكيل هالايد الاول تعمل هونو الكيليشن ضيف من البيس another mole نعمل abstraction the second hydrogen ضيف another mole من الالكيل هالايد الثاني
thermal alkylation مكان الهيدروجين الثاني. يصير عندك R وR برايم. طيب هذا المركب الآن again تسكيته دايكربونيل زي الدايستر بالمالونيا. بالتالي ممكن يحصل له هيدروليسيس. كيف؟ هجتري أو غصي ضيف عليه سترونج أسيد وغليه سخن ريفلكس. مين اللي بيطلع؟ الإيستر. ولذلك هاي الإيستر جروب رح تطلع شو بحب مكانها؟ اتش هيدروجين. وبصير في عندك سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 2 ار او سي اتش ار ار. طيب هذا الجزء من المركب هلا شو هو؟ سي دبل بوند او سي اتش 3 المفروض سي اتش 3 شو هو؟ اسيتون. ايش؟ اسيتون. طبعا اسيتون ايش؟ سي دبل بوند او سي اتش 3 سي اتش 3. فهذا التباعد طلع لك سبستيتيوتد اسيتون. سبستيتيوتد اسيتون اما مونو الكيليتد او بتستبدل الثنتين داي الكيليتد اسيتون. إذا المالونيك إستر الهدف منه تحضير سبستيتيوت الأسيتيك أسيد، الأسيتو أسيتيك إستر الهدف منه تحضير سبستيتيوت